السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة، رئيس الحفلة، وأصحاب الكرامة، صفوف الأساتذة المبجلة، وأهل العزة، معشر الإخوان الطلبة، أقف أمامكم أقدم عليكم خطبة نفيسة مهمة تحت الموضوع أهمية الدعوة. الحمد لله، الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،